الهدف لازم يكون موجود صباح مساء أمام عقل الإنسان. قالوا صاحب الهدف الناجح هدفه أمامه دائما. كيف يعني أحط هذا الهدف أمامي دائما؟ أولا أكتب هذا الهدف، إيش أريد أحقق في الحياة. طيب، في دراسة أجريت في إحدى الدول الأوروبية على طلاب مدارس، أتت إليهم المدرسة قالت إيش هي أهدافكم؟ الجميع تحدث، قالت أنا ما أريد أصوات، أريد شيء مكتوب، كل واحد فيكم يكتب الهدف اللي يريد يحققه. طبعا كثير منهم تذمر، قال أنا صاحب هدف ليش أسجله أصلا، أنا صاحب الشيء. والبعض منهم كتب هدف وهمي. أما مجموعة بسيطة كتبت أهداف حددتها بالتحديد وكتبتها في ورقة. طيب إيش سوت المدرسة بعد كذا؟ قالت كل واحد ينسخ هذه الورقة أو هذا الهدف ويحطه في غرفة نومه. وين في غرفة النوم؟ في المرآة، في مكان أنت تشوفه دائما. طبعا كل إنسان لما يطلع من بيته يشوف هيئته كيف في المرآة، فأول ما يحط وجهه في المرآة يشوف الهدف، يتذكر أنه لازم يوصل حال هذه النقطة. طيب بعد مرور 25 سنة طلبت هذه المدرسة من القوات الحربية، جاتها دعوة شخصية يرجى الحضور إلى مبنى القوات الحربية. طبعا ما فهمت إيش الغرض، من اللي طلبها، هي نعم دعوة خاصة ما فيها أي مشكلة، لكن من الذي طلبني في هذا المكان؟ بعد أن استعدت وانطلقت للمسير، وأبواب ثم أبواب ثم أبواب حتى تصل إلى رتبة عالية في هذا المركز، التقى بها هذا الشخصية صاحبة الرتبة المرموقة ورحب فيها ترحيب كثير يعني مثل والدته. بعد كذا قالت تفضل، قالها أستاذتي أو مدرستي، أنا قبل 25 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهك وكتابة الهدف أنا كتبت أكون قائد كبير في القوات الحربية، وأنا اليوم على كرسي أكبر قائد في القوات الحربية. فحدد الهدف ووصل إليه، هذا هو الإنسان الناجح.